من النيجر بالتحديد العاصمة نيامي ومن ملعب سيني كونيتشي اللي بيستضيف أول مران لفريق النادي الأهلي استعدادا لمواجهة فريق سونديب في دور ال 32 وعقب نهاية المران. يسعدنا أن يكون معنا في هذه الأثناء كابتن سامي قمصان. كابتن سامي برحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي. تحدي جديد وبطولة جديدة مطالب بيها لاعبي النادي الأهلي ومطالب بيها الجمهور طبعا بيطالب بيها. أعتقد تحدي جديد، أنتوا على استعداد لهذا التحدي؟ طبعا زي ما بتقول تحدي جديد وبطولة كبيرة، وأنت عارف دايما طموح جمهور النادي الأهلي وطموح إدارتنا وجهاز واللعيبه كلها يعني لكل البطولات اللي احنا نشارك فيها ان شاء الله. بدايه مهمه جدا زي ما انت قلت، انت البطل، انت لازم تدافع عن اسمك وعن لقبك، بتلعب فرقه مغموره، اول مره تلعب فرقه كبيره زي النادي الاهلي، اعتقد هتقاتل عشان تقدم مباراه كويسه وتعمل نتيجه ايجابيه، لكن الحمد لله احنا عندنا من اللعيبه من الخبرات والشخصيه اللي تقدر ان شاء الله تتعامل مع الظروف ديت وان شاء الله نعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. كابتن سامي السؤال الاهم طبعا، عايزين نطمن على حاله اللاعبين، طمنا على حاله اللاعبين. عندنا غيابات طبعا في اهم المراكز، عندنا غياب لقفشه وعمر السليه ورامي ربيع، ايضا غياب لمستر بيتسو موسيماني، وانا عارف ان في حمل كبير جدا على عليك كواحد من افراد الجهاز الفني في النادي الاهلي. طمنا اكتر على اللاعبين وقربنا من الصوره. يعني طبعا نتمنى طبعا اللعيبه كلها ان شاء الله السلامه ان شاء الله، يعني انت عارف في حاجات قدريه انت ما تقدرش تغيرها. يعني النهارده ثلاثه لعيبه مهمين جدا بالنسبه لنا، السوليه وقفشه ورامي ربيعه، وقبل كده طبعا في لعيبه عندنا اصابات زي حسين الشحات، وليد سليمان، مروان محسن، ناصر ماهر، فاعتقد جونيور برضه نفس القصه، فاعتقد صعوبات بتقابلنا، لكن الحمد لله احنا عندنا ثقه كبيره، والراجل دايما بيتكلم في كده، عندنا ثقه كبيره في كل اللعيبه الموجوده بتنتمي للنادي الاهلي او بتلبس تيشيرت النادي الاهلي اللي هي بتقاتل على اسم ومكانه النادي الاهلي. فان شاء الله اتمنى ان شاء الله عوده المصابين اسرع، وان شاء الله يكونوا اضافه لينا، وفي نفس الوقت ان شاء الله اتمنى التوفيق للعيبه اللي هتلعب ان شاء الله. هل غياب مجدي قفشه وناصر ماهر ومركز 10 الاهلي بيعاني منه نقص، وغياب وليد سليمان، من الممكن ان الاهلي يغير من خلاله طريقه اللعب؟ ابرز الامور اللي يعني التحضيرات اللي بيحضرها بتحضرها كجهاز فني بالتواصل مع مستر بيتسو موسيماني. يمكن النهارده احنا كان عندنا لقاء مع مستر موسيماني يعني من خلال زوم، واتكلمنا في الحاجات ديت، واتكلمنا في ماتش النهارده والاستعداد واللي انت بتتكلم فيه برضو نفس المركز، وايه الحلول اللي ممكن نعملها او البدائل اللي ممكن تلعب بيها، ممكن نغير طريقه شكل اللعب في كل الامور ديت. يعني اعتقد ان شاء الله يعني احنا مستعدين كويس، وان شاء الله نعمل ان شاء الله الراجل يتكلم في تكتيك معين، يعني ان شاء الله اللعيبه تقدر تستوعبه وتقدر تقدمه باداء مميز ان شاء الله. فريق سونديب على الرغم انه فريق حديث العهد يعني تاسس عام 2014، النهارده رئيس النادي كان في زياره وكان قال احنا المباراه 90 دقيقه وعندنا طموح وعندنا حلم كبير جدا. احنا بنواجه النادي الاهلي بس الكوره اصبحت يعني خلاص ال 90 دقيقه ما بين الفتين سهله. طبعا حق مشروع لكل الفرق اللي هي كل فرقه كلها اتمنى لها تكسب، خصوصا لما بتلعب بطل او بتلعب بطل القاره نفسه النادي الاهلي، شرف لاي فرقه اللي هو يلعب قصاد النادي الاهلي، فاعتقد ان ده حق مشروع ليه، لكن ما تنساش برضو ان النادي الاهلي بمكانته وقدره قادر ان شاء الله اللي يعمل نتيجه كويسه ويثبت جدارته زي ما اثبت البطوله اللي فاتت. ان شاء الله تكون البدايه النهارده من ماتش بكره، ماتش يوم الاربعاء ان شاء الله، وان شاء الله نقدر نحقق المطلوب ان شاء الله منها. كابتن سامي هتكلم على نقطة مع كابتن سامي بالتحديد، يعني الفترة الأخيرة شايفين الجميع لامس دور الكابتن سامي قمصان، دعم من جماهير النادي الأهلي، احنا عارفين ان قريبين من المشهد عارفين قيمة ودور الكابتن سامي قمصان، واخد مساحة كبيرة مع مستر بيتسو موسيماني، الراجل بيثق فيك، أعتقد ده يعني حاجة مستحقة للكابتن سامي قمصان. طبعا بشكرك طبعا وبشكر جمهور النادي الاهلي، لكن الاول بشكر مجلس اداره اللي على الثقه ديت، يعني انا الحمد لله مع توالي المدربين الحمد لله انا موجود، الحمد لله الواحد بيأدي دوره على باقصى حاجه يعني ممكن انه يخدم النادي، وانت عارف مكانه كبيره جدا ان انت تنتمي للنادي الاهلي، الحمد لله انا عارف دوره كويس وعارف حدوده كويس، بقدر اشتغل من خلاله، كلنا عناصر مساعده عشان الراجل نقدر نوفر له كل المتاح من اللعيبه او المعلومات، فاعتقد الحمد لله يعني الواحد بيأدي دوره، واتمنى ان شاء الله طبعا الاستمراريه ديت، وبشكر طبعا جمهور النادي الاهلي على الثقه دي. اخيرا شفت ملعب المباراه ازاي؟ زي ما انت شفته بالظبط، طبعا مباراه صعبه، ملعب صعب يعني، لكن انت عارف افريقيا والاجواء في افريقيا، لكن البطل زي ما قلت لك ما بيهموش اي صعوبات، سواء الملعب سواء حكم سواء جمهور سواء ظروف السفر، اللي بشكر عليها طبعا مجلس اداره لتوفير طياره خاصه، يمكن انت كنت معانا وعارفين قد ايه كانت الرحله هتبقى شاقه يعني، لكن الحمد لله ان مجلس اداره والكابتن وفر لنا الطياره دي، حاجه طبعا كل الشكر ليهم يعني. اتمنى ان شاء الله زي ما بنوعد جمهور النادي الاهلي دايما ان شاء الله نكون على الموعد، وان شاء الله نحقق ان شاء الله نتيجه كويسه. شكرا كابتن سامي، التوفيق.
اعزائي المشاهدين ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان، ده كان لقاءنا مع الكابتن سامي قمصان مدرب فريق النادي الاهلي. طبعا اتحدثنا على كل الامور الفنيه الخاصه بمباراه الاهلي وسنديه في مباراه الذهاب لدوري ابطال افريقيا لدور ال 32. يتبقى التوفيق المولى عز وجل ان شاء الله لفريق النادي الاهلي، ويكلل النادي الاهلي يحقق نتيجه ايجابيه قبل مباراه الاياب. مستمرين مع حضراتكم وتغطيه خاصه لكواليس بعثه فريق النادي الاهلي هنا في النيجر. كل التوفيق باذن الله لفريق النادي الاهلي.